the gastrointestinal manifestation of IBD and the complication. السلام عليكم. أنا سعيد جدا إن أنا مع حضراتكم النهاردة، وأنا أفتكر من 20 سنة لما استلمت مدرس مساعد مع دكتور مصطفى. أول مكان زرناه خارج جامعة عين شمس كان هنا في المنصورة، فأول مكان أنا جيته فعلا بره جامعة جيت هنا في المنصورة دكتور محمد عز، فاكر زمان قوي. وطبعا مش هقول الجملة العادية إن أنا صعب أتكلم بعد دكتور مصطفى، لأن ده العادي، أنت متوقع أنا تلميذ دكتور مصطفى، فأكيد إيه هيبقى فيه فرق كبير بين اللي سمعته واللي هتسمعوه دلوقتي. دكتور محمد عز لما قال لي هتكلم على complications and extra intestinal manifestations، بس ده كتير قوي دكتور محمد، والله كتير فعلا. فأنا قلت بس إيه هاخد واحدة من هنا وواحدة من هنا. السلام عليكم ورحمة الله. هقول على شكل اثنين كيس سيناريوز. بنوتة عمرها 8 سنين diagnosed as pancolitis ulcerative colitis من سنتين، وكانت maintained على 5 امينو ساليسيليتس 60 ملغ بير كي جي بير داي. معلش انا طبعا هبني على ان احنا سمعنا خلاص اي بي دي وفي لاينز اوف تريتمنت اتكلم عليها دكتور حاتم، فاحنا هنكمل عشان نوصل لحاجه complications. جاية دلوقتي بـ acute onset of intermittent fever severe gastric abdominal pain vomiting following meals severe bloody diarrhea up to 12 times over the last 5 days. كانت heart rate 90 per minute, blood pressure 90 over 60, respiratory 25, في moderate pallor ما فيش جونز، في delayed capillary filling time 4 seconds, الابدومين marked abdominal distension و generalized guarding و hypoactive intestinal sounds. اللابس الهيموجلوبين 7 والوايت بلاد سيل كاونت 20000 والابسوليوت نيوتروفيل كاونت 17000 منهم، بليتلت كاونت تقريبا 450000، اي اس ار 58 وسي ار بي 96، في مايلد هايبوكاليميا وهايبوناتريميا، ليفر انزايمز وكيدني فانكشنز وبنكرياتيك انزايمز ار نورمال. وده ممكن يجي لحضرتك، احنا خلاص دايجنوزس اوف اي بي دي والبريسكريبشن اوف ذا مين تريتمنت هيبقى مع السبيشالست غالبا، بس هيجي لك طفل زي كده بيتابع في مكان ما، بيتابع في عياده تخصصيه في الجامعه ان هو اي بي دي وبياخد العلاج اللي قال لك عليه البنتازا والاميوران، بس هو جاي دلوقتي باكيوت سيفير ابدومينال بين وبرزيستنت فوميتنج وانترميتنت فيفر والابدومين ماركتلي ديستندد. فممكن يبقى ايه؟ طيب عشان الوقت امشي اسرع. الحاجات اللي تعمل ده في الالسرتيف كولايتس، هفكر الاول ان ده ممكن يبقى فلير اوف الالسرتيف كولايتس، ممكن يبقى كوليستيريوم ديفيسيل انفكشن، ممكن يبقى سيفير انتيرو كولايتس يعني انفكشن، وممكن يبقى توكسيك ميجا كولون. ده اللي هفكر فيه لو هي متشخصه فعلا الالسرتيف كولايتس. وزي ما الدكتور مصطفى قال لنا دلوقتي ان في اطفال بتبقى متشخصه الالسرتيف كولايتس ويتشينج الدايجنوز بعد كده ويطلع كرونز ديزيز، وممكن يبقى هو ده المكان اللي هيتغير فيه التشخيص لو ظهرت كومبليكيشن من اللي بيجوا في الكرونز ديزيز مش اللي بيجوا في الالسرتيف كولايتس. لو كرونز ديزيز هيبقى فلير اب اوف كرونز ديزيز. كرونز ديزيز له مشاكل اكتر في الابدومين، ممكن يبقى فيه انترنال فيستلا تعمل بيرفوريشن وبريتونايتس، ممكن يبقى فيه ستريكشر فورميشن ويعمل انتستينال اوبستراكشن يعمل لنا الماركت ابدومينال ديستنشن، ممكن في الاي بي دي سواء السرتيف او كرونز ممكن يبقى اكيوت بانكرياتايتس، وممكن يبقى انترا ابدومينال انفكشن وانترا ابدومينال ابسس. فكل دي احتمالات المفروض انا هفكر فيها برزنتيشن بتاع اي بي دي باكيوت سيفير ابدومينال بين وماركت ابدومينال ديستنشن. احنا عملنا اللابس، طب ايه الخطوه اللي بعد اللابس؟ واللابس فيها اكيوت انفلاماتوري ريسبونس اللي هو ممكن يبقى مع الانفكشنز، ممكن يبقى مع الكوليستريديوم، ممكن يبقى مع الفلير اب، ممكن يبقى مع البنكرياتايتس. فاللابس دي ما واجهتنيش ناحيه واحد منهم بس. الفلير اب بتاع الاي بي دي بنعمله بحاجه اسمها اكتيفيتي اندكس،
وفي بيدياتريك اكتيفيتي اندكس للالسيتيف كولايتس وفي بيدياتريك اكتيفيتي اندكس للكرونز ديزيز. هي اسئله بنسالها، في عندنا 6 اسئله في الاكتيفيتي اندكس بتاع الالسيتيف كولايتس، وكل سؤال بناخد الاجابه بتاعته. واختصارا للوقت معلش احنا نقول ان الداتا اللي عندي دي هيطلع التوتال سكور 75، البيدياتريك ألسرتيف كولايتس اكتيفيتي اندكس التوتال سكور بتاعه 85. لو سالنا الاسئله دي طلعت التوتال سكور اقل من 10 يبقى ده ان كلينيكال ريميشن، لو طلع من 15 ل 35 يبقى مايلد ديزيز، من 40 ل 60 يبقى مودريت ديزيز، لو 65 ل 85 يبقى ده سيفير ديزيز اسمه اكيوت سيفير كولايتس. لو طبقنا ده يبقى كده العيان عنده ايه؟ اكيوت سيفير كولايتس كافيلير. بس دكتور مصطفى قال لنا دلوقتي لا، لازم تحط قبلها مين؟ الانفكشن، سواء هي انفكشن بس او الانفكشن بريسيبيتيتنج للفلير. فاحنا لازم احط قبل ده الانفكشنز، ومن الانفكشنز المهمه قوي في الاي بي دي وخصوصا الارثيتيف كولايتس او الكرونز كولايتس هو الكوليستيريوم ديفيسيل. وعلشان الريسك في الاي بي دي بيشنتس كوليستيريوم ديفيسيل 3 مرات قد النورمال بوبيليشن، فريكومنديشنز ان كل فلير للاي بي دي لازم يتعمل له سكريننج للكوليستيريوم ديفيسيل ستول توكسين اسي توكسين اي وتوكسين بي. طبعا ده مشكلته عندنا في مصر هو التكلفه، التست ده باكتر من 1000 جنيه. يعني الفيكال كالبروتكتين ابتدت التكلفه بتاعته تقل شويه لانه بيطلب كتير، لكن ده التكلفه بتاعته اكتر من 1000 جنيه وفي الاخر هو دايجنوزس مش تريتمنت. اللي نفسي يعني اللي اضيفه النهارده استخدامنا للبلين اكس راي ابدومين وخصوصا في الحاجات الاكيوت، اكيوت سيفير ابدومينال بين، ماركت ابدومينال ديستنشن، بريزيستنت فوميتنج. نبتدي بالموست سيمبل اللي هي دلوقتي بيقولوا عليها اللوست ارت، الانتربريتيشن بتاع ابسط حاجه البلين اكس راي. ممكن تحل لي حاجات كتير من الديفرنشال دايجنوز اللي قلناه. فالحاله دي لما عملت البلين اكس راي ايه اللي باين فيه؟ الكولون مرسوم، الكولون وخصوصا الترانسفيرز كولون مرسوم واسع قوي، والسمول انتستين شويه ديستندد علشان الهايبوموتيليتي نتيجه كده. يبقى انهي واحد الديفرنشال دايجنوز اللي قلناه واتحل بالبلين اكس راي؟ يبقى كده ده توكسيك ميجا كولون. توكسيك ميجا كولون الراديولوجيك فايندنج بتاعته مبنيه على البلين اكس راي، يعني الكرايتيريا بتاعته الجايد لاينز بتاعته مبنيه على بلين اكس راي. ان انا اقول الويتس الماكسيمم ويتس بتاع الترانسفيرز كولون كام. الطريقه القديمه اللي انا شايف انها احسن تقارنها بريشيو عشان ما نقعدش نقيس بالملي، هو النورمال ريشيو تكون ان الترانسفيرز كولون الى الترانسفيرز ويتس بتاع الفيرتبرال بودي اقل من 1.5 لـ1. فلو شفت الترانسفيرز كولون الويتس بتاعه اكتر من الويتس بتاع الفيرتبرال كولوم اكتر منه بمره ونص، ده كده نعتبره راديولوجيك ايفيدنس اوف ميجا كولون. بس الراديولوجي لوحده ما يشخص هو يعني ايه توكسيك ميجا كولون. ده عباره عن توتال او سيجمنتال نون اوبستراكتيف دايليتيشن اوف ذا كولون ويز سيستميك توكسيستي، ده موصوف من 1950، بيحصل في حوالي 5% من العيانين الاكيوت سيفير كولايتس. وطبعا المشكله انه ممكن يحصل بيرفوريشن. اللي بيزود ان فكره التوكسيك ميجا كولون تحصل لو في الكترولايت ديستربنس زي هايبوكاليميا وهايبوماغنيسيميا، حاجات تقلل الانتستاينال موتيليتي، وانفكشوس ايجنتس ممكن يبقى سالمونيلا وشيجيلا وكامبي ويرسينيا وطبعا الكوليستيريوم ديفيسيل. التوكسيك ميجا كولون ممكن يبقى برزنتيشن للفلير بتاع الاي بي بتاع الالسيتيف كولايتس كاكيوت سيفير كولايتس، وممكن يبقى بريسيبيتيتد باي انفكشن. توكسيك ميجا كولون لازم حاجتين، توكسيك وميجا كولون. ميجا كولون هشوفها في البلين اكس راي وتوكسيك كلينيكال. يعني الراديولوجي ده لو العيان بطنه لاكس ما بيرجعش ما عندوش سيفير اكيوت ابدومينال بين، لا ما يبقاش اسمه توكسيك ميجا كولون، هيبقى اسمه ايه؟ ميجا كولون بس. وطبعا في انواع تانية من الميجا كولون. هو دلوقتي الديفينيشن بتاع التوكسيك ميجا كولون بالارقام، لو طفل سنه اكتر من 10 سنين بيقولوا 56 ملي، لو اقل من 10 سنين يبقى اكتر من 40 ملي. يا سدي صعبه، خلينا بالفيرتبرال بودي ويتس احسن. لو ده معاه سيستميك توكسيسيتي اللي هنقولها دلوقتي يبقى اسمه توكسيك ميجا كولون.
لكن في نوع تاني طبعا اللي هو الكونجنيتال ميجا كولون. ما انا ممكن في عيان تاني خالص عنده كونستيبيشن، عنده ابدومينال ديستنشن بس ما عندوش توكسيميا، ممكن يبان الكولون بس في الكونجنيتال ميجا كولون اللي هو الهيرش سبرانج ديزيز بيبقى الدايليتيشن اكتر فين؟ مش في الترانسفيرس، في الليفت كولون، في السيجمويد والليفت كولون. وبيبقى علشان بيبقى الريكتم مليان، السيجمويد والريكتم مليانين بالريتيند ستولز، بيبقى في حاجه اسمها دبل انتستينال كات اوف ساين، عباره عن دبل اير فلويد ليفلز، واحده في الليفت ايليك فوسه وواحده في الرايت ايليك فوسه. فده العلامه بتاع الكونجنيتال ميجا كولون. وفي ميجا كولون تاني اكوايرد ميجا كولون، العيان اللي عنده سيفير ريفراكتوري كونستيبيشن وتساب الكولون بتاعته، برضه هتلاقي الكولون ماركتلي دايليتد، بس اكتر برضه في السيجمويد والليفت كولون. وهنلاقي حاجه ثانيه في الاكوايرد ميجا كولون، الستولز باينه اهي، ده الكولون دايليتد، ولو قسنا هيطلع دايليتد. لكن في النص كده في حاجه بيسموها سوب بابل ابييرنس، في وسط الدايليتد كولون ده مليان فيكال ماتر. وبالتالي الراديولوجي لوحده ما يشخصش كلمه توكسيك ميجا كولون. طبعا البلين اكس راي في الديفرنشال دايجنوز اللي قلناه ده ممكن يورينا حاجات ثانيه، احنا كنا قايلين بيرفوريشن، فممكن يبان الاير اندر ذا دايفرام. قلنا ستريكشر، فلو ستريكشر اون توب اوف كرونز هيبان مالتيبل اير فلويد ليفلز، بس المالتيبل اير فلويد ليفلز بتاعت الاناتوميكال اوبستراكشن اللي هيكون معمول بالستريكشر بيبقى كاركترستيك انه بيبقى عامل زي درجات السلم، واحده وفوقها واحده وفوقها واحده وفوقها واحده، وبيبقى في السوباين مش في الاركت، يبان الديستندد سمول انتستاينال لوبس والكولون مش ارييتد، لان في الغالب الاستريكشر بيبقى في السمول انتستين، فالكولون هيبقى نون ارييتد. فدي مالتيبل اير فلويد ليفلز باين فيها ديستندد سمول انتستاينال لوبس والكولون از نون ارييتد. عيان تاني عنده سيفير جاسترونترايتس اللي هي سيفير انتيروكولايتس، ممكن يجي بنفس الشكل، نفس الشكل شبه الانتستاينال اوبستراكشن، بس الاقي هنا مش بس السمول انتستين، ده السمول انتستين والكولون كله دايليتد، وبالتالي ده بتاع السودو اوبستراكشن اللي اسمها ايلياس في الاكيوت ستيج. وطبعا اللي فرق بينهم الاكس راي دي والاكس راي دي، الاثنين مالتيبل اير فلويد ليفلز، الاثنين كلينيكال برزنتيشنز شبه بعض، اللي فرق بينهم مهم قوي انتستاينال ساوندز. يعني في الراديولوجي الكولون ارييتد يبقى ده غالبا سودو اوبستراكشن او ايلياس، الكولون نون ارييتد يبقى ده غالبا اناتوميكال. الاهم منه كلينيكال هو مين؟ انتستاينال ساوندز. في الميكانيكال اوبستراكشن هتبقى اكساجريتد، في الايلياس او السودو اوبستراكشن هتبقى ابسنت. عشان كده مهم قوي نستخدم البلين اكس راي، وخصوصا في الامرجنسي بريزنتيشنز. دي الكرايتيريا لتشخيص التوكسيك ميجا كولون اللي هو فيها حاجتين، راديولوجيك ايفيدنس اوف دايليتد كولون زائد سيستميك ساينز اوف توكسيسيتي. اي واحده من دول في البيدياتريكس حاطين علامه واحده بس ساين اوف توكسيسيتي، في منها فيفر، تاكيكارديا، ديهايدريشن، الكترولايت ديستربنسز، اولترد ليفل اوف كونشسنس، هايبوتنشن اور شوك. طب الابدومينال التراساوند، ودلوقتي كلنا ملاحظين انه في الامرجنسي وفي الاستقبال السونار بقى له استخدامات كتيره قوي، ولغى الباريوم خالص في الانتسسبشن مثلا، وكل شويه الموداليتي بتاع السونار بتتحسن فيقدر يشخص لنا. يعني احنا دلوقتي في استاذ عندنا دكتور حسام صقر بيقدر يقول لنا كل الداتا اللي ممكن نحتاجها من السي تي، يعني بيقول لنا في ستريكشر وفي جزء دايليتد وفي جزء كولابسد، فخلاص بدل الباريوم بيقول لنا الاستريكشر ده جيجينال ولا ايليال. فزي ما الدكتور مصطفى قال السونار ان شاء الله هيبقى له دور كبير قوي في الدايجنوزس بتاع الجي اي ديزيزز، وخصوصا في بلدنا اللي مش هقدر اعمل ام ار اي لحالات كتير. عيان جاي بتوكسيك ميجا كولون، ايه الايمز اوف مانجمنت؟ هو جاي لي دي هايدريتد وشوكت، يبقى الريسسيتيشن. وقبل الريسسيتيشن كمان همنع الفيرذر كولونيك دايليتيشن، لان ده سنه كمان وهيحصل له بيرفوريشن، فلازم يبقى ان بي او، ولازم نحاول نفضي الجوازس من الكولون، ودي هتبقى صعبه قوي بنيزو جاستريك. نيزو جاستريك من فوق هتجيب في الكولون ازاي يعني؟ هو بس هيشيل في الاستومك، لكن في مانوفرز معينه لو العيان بقى برون وخلاه في الني تشست بوزيشن او ني البو بوزيشن، ده بيحرك شويه الجازس من الترانسفيرز كولون لتحت. وهنصلح الالكترولايت والاسيد بيز والديهايدريشن، ومهم قوي كوركشن اوف انيميا، لان الانيميا بتقلل الموتيليتي اكتر وبتزود الريسك فور بيرفوريشن.
ولو قلنا ده توكسيك ميجا كولون اون توب اوف ulcerative colitis يبقى ده بريزنتيشن لاكيوت سيفير كولايتس لازم ياخد انترافينوس ستيرويدز بس الدوز في الاي بي دي اقل بكتير من بقيه الانديكيشنز الثانيه 1 إلى 1.5 فهياخد على 1.5 الاعلى اللي هي ماكسيمم 60 مللي جرام والمفروض في التوكسيك ميجا كولون الريسبونس يجي في خلال يوم الى 3 ايام والجايد لاينز القديمه شويه كانت بتقول بعد 3 ايام لو العيان ما تحسنش يروح جراحه وكان الفيلير اوف ستيرويد ثيرابي انها تبريزيرف التوكسيك ميجا كولون 20-40% فكان بعد اليوم الثالث يروح جراحه لو ما تحسنش دلوقتي في ريبورتس جديده بتقول لا ممكن تديله فرصه ثانيه على سكند لاين على انفليكسيماب او سايكلوسبورون التوكسيك ميجا كولون واحد من الانديكيشنز فور سيرجري في الاي بي دي في الالسيتيف كولايتس وممكن يجي في الكرونز ديزيز لو عنده كرونز كولايتس برضو الارجنت سيرجري لو في بيرفوريشن طبعا او ماسيف هيموريج الريليتيف انديكيشنز اوف سيرجري لو في وورسنينج ساينز اوف توكسيسيتي بروجريشن اوف كولونيك دايلاتيشن فيلير اوف ميديكال ثيرابي بعد اليوم الثالث في اذر انترا ابدومينال كومبليكيشنز ممكن تجي لنا في الاي بي دي العيان اللي اوريدي متشخص وبيتابع ماسيف جي اي بليدنج ويحتاج بلاد ترانسفيوجن ستريكشر فورميشن وانتستينال اوبستراكشن انترنال فيستولا وتعمل انترا ابدومينال ابسس اكيوت او كرونيك بانكرياتايتس واللي هي اسوشيشن مع الاي بي دي بيرينال ديزيز وتعمل فيستولا وكانسر ديفلوبمنت اللي اتكلمنا عليه في الهيستوباثولوجي ودكتور مصطفى قال عليه الكيس الثانيه مش هنلحق نقولها بسرعه انا هقول بس الفكره بتاعتها انه عيان برضو متشخص اي بي دي وجاي بي بيكتشر اوف ستروك وفي الام ار اي باين ان في ايفيدنس اوف ستروك وطبعا دلوقتي في ام ار اي ستروك بروتوكول اللي هو مش بس بيقولوا ستروك مكانها فين بيقول ده ارتيريال ولا فينوس اوبستراكشن ومعروف ان عيانين الاي بي دي عندهم هاير ريسك فور ثرومبوزس علشان فاكتورز كتيره حاجات كتير بتزود الثرومبوزس وبتمنع الانتي فايبرينوليتيك لو عيان اي بي دي جاي لي بنيورولوجيكال بريزنتيشنز مش بس ستروك جاي بسيجرز جاي بديستربد ليفل اوف كونشسنس جاي بسيفير هيديك هفكر في ايه من الحاجات المهمه قوي اراجع السايد افكتس بتاعت الادويه اللي بياخدها انا تقريبا لقيت كل الادويه اللي احنا بنستخدمها كلها بتعمل سي ان اس سايد افكتس وقبلهم دايما الانفكشنز الانفكشنز ممكن تبقى نتيجه الاميون سبريشن الاميون سبريسيف ثيرابي اللي بياخدها او ممكن تبقى نتيجه البرايمري ديزيز كبرايمري اميون ديفيشنسي فالاول هنراجع الانفكشنز او نكسكلود الانفكشنز وبعدين نراجع الادويه هو بياخد دواء ايه ممكن يكون بيعمل سايد افكت ايه البيولوجيكالز والسايكل يمكن اشهر واحد في النيورولوجيكال كومبليكيشنز هو السايكلوسبورين النيورولوجيكال كومبليكيشنز بتحصل تقريبا في ربع العيانين اقل واحد فيهم هو الميثوتريكسيت اقل واحد فيهم هو الازاثيوبرين الازاثيوبرين اقل واحد بيعمل نيوروتوكسيستي لانه بيعمل حاجات ثانيه بيعمل بانكرياتايتس وبيعمل ليفر وهيماتولوجيكال طب ممكن استبعدنا الانفكشنز ومش ستروك مش سيريبرو فاسكولار اكسيدنت ومش انفكشن طب ممكن يبقى ايه تاني يعمل نيورولوجيكال مانيفيستيشنز اسوشيتد اوتو اميون ديزيز الاي بي دي كاوتو اميون ديزيز ممكن يبقى معاه اسوشيتد اوتو اميون نيورولوجيكال ديزيزز زي مالتيبل سكليروزس فاسكولايتس دكتور مصطفى قال لنا عليها اوتو اميون مايلوباسي مايسينيا جريفز او اوتو اميون سنسوري نيورال هيرنج لوس وده يخلينا نقول انه البيدياتريك اي بي دي هنبص كمان بيوند الجت رقم 25% 25% من البيدياتريك اي بي دي بيبقى معاهم اكسترا انتستاينال مانيفيستيشنز 25% منهم بيبقى عنده اكتر من واحد من الاكسترا انتستاينال مانيفيستيشنز و25% منهم الاكسترا انتستاينال مانيفيستيشنز بتبريسيد الجات مانيفيستيشنز فلازم يبقى في بالنا الليست طويله قوي للاكسترا انتستاينال مانيفيستيشنز اوف اي بي دي تقريبا كل السيستمز ممكن تبقى افكتد والاكسترا انتستاينال مانيفيستيشنز متقسمه في حاجات بتبقى ريليتد للاكتيفيتي فاول ما تحصل يبقى لازم اراجع وابجريد التريتمنت ثيرابي اللي انا بديه اللي انا بستخدمه مع العيان وفي حاجات تانية ان ريليتد فمش هتبقى ريليتد لديزيز اكتيفيتي فهتحتاج سبيسيفيك تريتمنت وطبعا في سيستميك كومبليكيشنز السيفير جروس فيلير اند نيوتريشنال ديفيشنسيز بون ديزيز اند باثولوجيكال فراكشرز increase the risk for infections, thromboembolic disease زي ما قلنا, و neurological diseases, وما ننساش دايما في الادوليسنتس
psychological aspects will affect على الهيلث related quality of life. التيك هوم مسج هما جملتين. Severe pediatric IBD compared with the adult IBD has severe progressive intestinal disease with higher frequency of complications and higher need for surgery. والبيدياتريك IBD is a systemic immune mediated disease that may affect nearly all organs and systems beyond the gut. And thank you. جزيل الشكر يا دكتور احمد. هو التاسك ديفيكلت صراحه كنتش بالي لا دلوقتي فكتر خيرك يعني بصراحه لميت الموضوع بشكل كويس ربنا يكرمك يسعدني دلوقتي برضه عشان